البداية جميلة مع الرئيس قيصايد مش نرجع ل بالطبيعة الأمر النهائي معناه اليوم البارح التقى رئيس قيصايد بوزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي وزير الشؤون المالية سهام بوغديري هك وكان اللقاء موضوع تفعيلك المساعدات الاجتماعية للناس اللي تضرت بسبب الكورونا، ولكن الرئيس كالعادة استغل الفرصة قال باش نخاطبكم ونخاطب الشعب ووجه رسائل عديدة. أهم رسالة هو الحديث عن الخارطة والخريطة، قالهم اللي يفركس على خريطة وين القاس يرجع يقراها في كتب الجغرافيا. كتب الجغرافيا قال معناه يأكد مرة أخرى رئيس عدم استعداده لا للحوار مع المنظومة هذه القديمة معناها اللي قبل 25 جويلية لا استعداده زاد الخريطة الطريق ولا خريطة الطريق ولا حتى شيء. المبادرات الكل الرئيس لا يعترف بها اليوم لأنه عنده مشروع واضح، خطة واضحة، وقال زاد البارح الخطة ما هيش خريطة الطريق هي نوع. ما هذه السؤال اللي طرح، الخطة شنية هي الخريطة أو خريطة الطريق هي الخطة؟ أي ما هو كل حاب يقول لهم بطريقة ذكية يزي معاش تكسرون ناريوسنا بما طلبكم هيت خريطة طريق هيت خريطة طريق اللي فما تو تعرفوه أوفيو غيا ميجور. أي ما وحنا تو مثالش يمشي وهم يبلو يشربوا ماء الخرطات والخريط متاحهم، هما تعطينا تي سيد الرئيس الخط ولا الخارطة ولا الخريطة القادمة. هو قال البارح اللي سيعلن في الأيام قريباً. القادمة قريبا جدا، وكما كنا توقعنا احنا سنة اللي قبل يوفى الشهر اللي تم فيه تفعيل التدابير الاستثنائية سيعلن السيد الرئيس عن الحكومة القادمة رئيسها وحتى وزرائها، ويبدو أنه تقريبا شبه مكتملة الحكومة، حكاية وقت باش يعلن عليها ولا، ولكن سكر باب قال لا عودة إلى ما قبل 25 جويلية. وهوني كما قلنا أكثر مرة من توقع كون الرئيس مش يعمل الحكومة هذه، مش يعمل قانون مؤقت لمنظم للسلطات، وبعد تالي مش يعرض تعديلات دستورية وقانونية في القانون الانتخابي على الاستفتاء. فوالا، دونك في انتظار الأيام القليلة القادمة اللي كما قلنا باش تكون حاسمة في تبلور المشهد السياسي في البلاد والحكومة وغيره. هو في مخه راه متبلور، كل شيء حاضر، واضح، نعرف، واضح، كل شيء واضح، ما ميسيرش نستناو مقبل 25 أوت، ما زال هو على 25 أوت، أيامات بداية الأسبوع القادم اليوم 20 اليوم 20 فوالا.